بليغ حمدي رحمة الله عليه عاش حالة من الحزن على فراق وردة الجزائري، كان نفسه ينجب منها طفل ويعيشوا حياة زوجية مستقرة وحياة فنية متوهجة، لكن الانفصال جاء قطع كل الأحلام وبددها وعاش حالة من الحزن والشجن بعيدا عن الأصدقاء. كان في رحلة لإحدى البلاد العربية، كان معاه الشاعر الغنائي عبد الرحيم منصور ومعاه محمد رشدي وصديقه الصدوق جميل المغازي. سابهم واختلى مختلى بنفسه وقعد مسك العود يدندن أغنية الحب اللي كان. ما كدبش خبر جميل المغازي، مسك قلم ورقة وكتب الكلمات وقال لمحمد رشدي اعرف المقام بتاع اللحن ده، لأن بليغ هيطلبه. بليغ عايش حالة فنية متوهجة لكن هو مش مدركها دلوقتي. فعلا الصبح بيقول له يا بليغ، جميل بيقول للبليغ انت كتبت كلمات اغنيه جميله جدا. قال له وريني، انا مش فاكر حاجه خالص. قال له كذا، ارى لا كده. قال له طب انا مش فاكر مقام اللحن. قال له محمد رشدي كان موجود، نتصل بيه. سابهم 3 ساعات ودخل عمل الرائعه اللي غنتها ميادة الحناوي بعد كده، حب اللي كان، كانت رساله احتجاج للمصير اللي لقاه مع ورده الجزائريه رحمه الله عليهم جميعا. تحياتي.